حلقتنا بعنوان كاتبات من أرض مباركة. كنت أفكر إن هذه الأرض مباركة بشعبها بخيراتها بالأزمات اللي تمر فيها سبحان الله وتخرج منها بكل سهولة وبكل يسر بتوفيق من الله سبحانه. أنا ما عندي مانع ولا أبي مقابل، بالعكس بكون فخورة إن بالنهاية أنا قدمت ولو شيء بسيط للكويت. يراعي الله في أمانته في العمل ويراعي وطنه ويخدم قدر استطاعته لخدمة الوطن والبشرية ككل. رح نعلمكم طريقة تزيين الكوكيز لحفلة النون، حفلة بيعملوها بمناسبة طلوع أول سن للطفل. إليكي في الأوقات التالية.